بسم الله الرحمن الرحيم. يعني سعيدة ان انا ابقى معاكم تاني. النهارده هتكلم عن الرول اوف انتيبيوتيك ان كوفيد 19. الحقيقه ده طبعا موضوع يمكن اصل لي دكتور حسام في المحاضره بتاعته، مشكله الانتيبيوتيك في الكوفيد 19 والدايليما، هنعمل ايه وهنستخدم انتيبيوتيك وهل انتيكيتد ولا لا. طبعا لما نتكلم عن الرول اوف انتيبيوتيك ان كوفيد 19، اول سؤال بيطرح نفسه علينا، هل الانتيبيوتيك افكتيف in preventing أو في علاج الكورونا فيروس؟ يعني هل ليها رول أصلا في علاج الفيروس؟ الإجابة لا طبعا. الأنتيبيوتيك ملهاش أي رول لعلاج أي فيروس، هي only for bacterial infection. لكن الحقيقة والأمر الواقع واللي يعني سلمت بيه WHO أعلنته، إن أي عيان hospitalized with COVID-19 أكيد خد أنتيبيوتيك for bacterial co-infection، علشان البوسيبيليتي بتاعت co-infection مع للبكتيريال مع الفيروس infection. طب لما نيجي نتكلم يعني ايه كو انفكشن او سوبر انفكشن اللي احنا بنسمعها، نراجع مع بعض. كو انفكشن يعني حصل انفكشن باي تو اورجانيزمز كونكرنت من الاول، يعني من اول ما خد الانفكشن العيان خد تو اورجانيزمز مع بعض او تو باثوجنز مع بعض. سوبر انفكشن يعني العيان خد انفكشن وبعد فتره من العلاج حصل له سوبر ادد انفكشن، سواء بقى بكتيريال او فيرال او فانجل، بانذر سترين او انذر اورجانيزم، وعاده بيبقى مور ريزيستنت للانتيبيوتكس اللي اوريدي استعملناهم في الباثوجين الاولين. ده تعريف الكو انفكشن والسوبر انفكشن. طيب ايه علاقه ده بالكوفيد 19؟ وهل ندي العيانين انتي فيروس اللي بيبقى المفروض ياخدوا انتي فيرال بس، ولا المفروض نديهم كمان انتيبيوتك؟ الحقيقه السؤال ده رد عليه جايد لاينز بتاعت الكاب اللي اصدرتها الاتسا والاي تي اس في 2019، وكان الحقيقه قبل الكوفيد وقبل المشاكل بتاعت الكوفيد، واللي صرحت فيه بمنتهى الصراحه وقالت ان في سترونج ريكومنديشن لاي عيان بروفد ان هو عنده فيرال نمونيا وتيستد بوزيتيف ان ده فيرال نمونيا، ان هو لازم ياخد انتي بكتيريال تريتمنت في مع الانتي فيرال او التريتمنت اللي بياخده للانفلونزا او الفيرال انفكشن الفيرال نمونيا اللي عنده. والحقيقه ادت حيثيات القرار دوت في حاجتين، قالت ان في حوالي 10% من العيانين اللي هوسبيتالايزد عندهم انفلونزا نيمونيا بيجي لهم معاهم وبيديفلوب معاهم بكتيريا انفكشن، دولت ممكن ينتهوا بالوفاه، يعني 10% منهم ممكن يحصل لهم وفاه. وقالت ان في اثناء البانديميك بتاع ال H1N1 اللي حصل في 2009 كان لقوا ان 30% من الوفيات كانت بسبب السكندري بكتيريا انفكشن اللي حصلت للعيانين دول. طب احنا بالنسبه لنا في مصر الوضع ايه؟ احنا الحقيقه في الويف الاولانيه لما عملنا اناليسيز للداتا العيانين بتوعنا لقينا فعلا نفس الكلام متطابق عندنا، ان احنا كان السبب اول في الوفيات في الويف الاولانيه عندنا كانت النيمونيا السكندري بكتيريا انفكشن اللي حصلت للعيانين، واللي تجاوزت اكتر من 30% من الوفيات اللي حصلت. طيب يعني انا عندي اصلا سكندري بكتيريا انفكشن ممكن يحصل او كو انفكشن ممكن يحصل. الدراسات الحقيقه على السكندري بكتيريا انفكشن في وقت البانديميك بتبقى قليله او ليميتد شويه. طبعا الناس كلها مركزه انها تشوف علاج للبانديميك نفسه، الانتي فايرال، هنشوف ايه انتي انفلاماتوري. فدراسه الكو انفكشن والامباكت بتاعتها ما كانش ليه نفس ليه نفس التاثير او ليه نفس الاهتمام. في دراسه في الصين اتعملت برضو مع البانديميك دوت، لقوا ان 50% من الحالات اللي ماتت كان بسبب الوفيات عندهم برضو البكتيريال انفكشن. دي الحقيقه ميتا اناليسيز اتعملت على اكتر من 28 دراسه في الفتره من ديسمبر 2019 لغايه مارس 2020، ودخل فيها اكتر من 3400 عيان. الحقيقه الدراسه دي كانت فيري انترستنج لانها قالت لنا ان كان في 3.5% من العيانين في وقت البرزنتيشن كان عندهم اوريدي كو انفكشن، وفي 15.5% ديفلوبت بعد البرزنتيشن ديفلوبت سكندري او سوبر ادد سكندري انفكشن، وان في 71.3% من العيانين خدوا انتيبيوتيك. فحضراتكم لو تشوفوا العيانين اللي جايين بكو انفكشن والسكندري بكتيريا انفكشن اللي ما يكملوش 20% وصاد كده، في اكتر من 71% من العيانين ريسيفد نون انتيكيتد انتيبيوتيك تريتمنت. طيب احنا لو العيان جاله السكند بكتيريا انفكشن، الحقيقه الموست كومن اللي لقوها مع الفيروس هم الفيرال انفكشن، يعني يبقى اسوشيتد كو انفكشن او سكند انفكشن بانذر فيرال انفكشن، والموست كومن فيهم الحقيقه اللي هم الانفلونزا A و B هم السكند انفكشن. لو العيان كوميونتي اكوايرد وفي بكتيريا انفكشن، الموست كومن الحقيقه لقوهم الستريبت والستاف زي اي كوميونتي اكوايرد انفكشن بنشوفها. ودي دراسه اتعملت على بعض الباثوجنز الريسبيراتوري باثوجنز، ولقوا فعلا ان الموست كومن فيهم كان انفلونزا A كان في 60% من الحالات، وان انفلونزا B كانت 53% من الحالات، بعديها المايكوبلازما
والليجونيلا كانوا أقل إنسدنس عن بقية الأورجانيزمز. طب أنا مشكلتي في إيه؟ مشكلتي في الهوسبيتال أدميشن، وعشان كده دايماً رابطين الأنتيبيوتيك يوز ويز هوسبيتال أدميشن. لو العيان هوسبيتالايز ما فيش إنديكيشن إن أنا أدي العيان مايلد كيس راديولوجيكالي فري بيتعالج فور هوم ايزوليشن ان هوم ايزوليشن، ولا كاتبه له انتي فايرال مش كاتبه له، وابص الاقي في الروشته بتاعته مكتوب 2 3 انتي بايوتيك ساعات 4، لان هو هنا ده مايل كيس اوف فايرال انفكشن، وحتى لو في جي جي اوز بسيطه في السي تي ده مش انديكيشن، ده مش كرايتيريا للسكندري بكتيريا انفكشن. لكن انا التحدي الحقيقي اللي انا ممكن احتاج فيه ان انا ادي انتي بايوتيك هو الهوسبيتال ادمشن. طبعا انا مع دخول العيان الهوسبيتال فانا عندي هنا الميت الهوسبيتال ستاف بقى، سواء ستريبت ميرسا وات ايفر الاورجانيزمز الموجوده، والانستنس بتاعه السكندري انفكشن هتبقى عاليه، فهنا ممكن ابتدي ادور على الانديكيشن للانتي بايوتيك يوز. الحقيقه مهم قوي ان انا ابتدي اشخص لو في كو انفكشن او سكندري بكتيريا انفكشن، لان ده طبعا هيسيف لايف. زي ما قلنا احنا اكتر من 30% من الوفيات عندنا كانت من النيمونيا، ان هو هيحسن الفورم بتاعت العيان والاوت كام بتاعه، ويحسن ويقلل موربيديتي والمورتاليتي بصفه كبيره جدا. بس انا هنا لما اجي ابتدي اشخص الكو انفكشن لازم اعمل ايرلي ديتكشن ليها لو في كو انفكشن او سكندري انفكشن. لازم ابتدي لو حد امبيريك ريجيم لازم استعين بالداتا اللي عندي في السنتر او في السايد اللي انا بشتغل فيه، المستشفى اللي انا فيها، لازم اشوف البيوجرافي اللي عندي، ايه الاورجانيزم الريزيستنت اللي عندي، ايه الريزيستنت انتي بايوتكس اللي عندي اللي هتجنب استعمالها، وايه الامبيريكال انتي بايوتكس اللي انا ممكن استعملها سيفلي وزاوت ابيوز للعيان ده. الحقيقه البيبر دي اتنشرت في اللانست، اتنشرت في نوفمبر 2020، وكانت بتقارن بين البانديميك اللي حصل في كوفيد 19 والبانديميك بتاع الانفلونزا بانديميك الاسبانيش اللي حصلت في 1918. والحقيقه هي هايلايتد ان في الوقت بتاع 1918 ما كانش فيه اليوز بتاع الانتيبيوتيك الموجوده دلوقتي او البروتو سبيكترم انتيبيوتيك المتاح عندنا دلوقتي، وده كان سبب من اسباب ان الوفيات كانت في المرحله دي بارقام مفزعه، وان سبب ان الوفيات عندنا الحقيقه ما وصلتش للارقام دي في الوقت الحالي لاستخدام الانتيبيوتيك، وهي عضت دور الانتيبيوتيك. من ناحية تانية دي بيبر برضو اتنشرت برضو في نوفمبر 20 في نوفمبر 2020، واتكلمت على استخدام الانتيبيوتيك وقالت ان حابه تشوف الانديكيشن الفريكوانسي الافيكاسي بتاعه على اكتر من استادي. اتعملت الاستادي دي على اكتر من 2800 عيان، والحقيقه لما حاولوا يعملوا الاستخدام بتاع الانتيبيوتيك او يتابعوه لقوا ان 74% من العيانين كانوا بيستخدموا انتيبيوتيك، خدوا كورسز في انتيبيوتيك اكوردنج للريجيمز اللي موجوده في السايتس اللي هم فيها، وان كان منهم 17.6% بس هم اللي كان عندهم سكندري بكتيريا انفكشن، وان هم لما عملوا ريتروسبكتيف في اربع دراسات على الحالات لقوا ان الانتيبيوتيك تريتمنت ما فرقش على المورتاليتي في العيانين اللي ما كانش عندهم سكندري بكتيريا انفكشن. ودي بيبر ثانيه برضو اتكلمت على الانتيبيوتيك يوز في عيانين الكوفيد 19 وابتدت تشوف الريسيرش بتاعهم. الحقيقه البيبر ديت عملت ميتا اناليسز على اكتر من 23 دوله وعلى اكتر من 82 مستشفى، والحقيقه طلعت بريكومنديشنز ان في 61.8 من المشاركين خدوا انتيبيوتيك، وان هم معظمهم ما كانش انديكيتد. والحقيقه طلعت تعليق مهم جدا قالت ان هم يعني ممكن يكون الانتيبيوتيك ساعد في علاج العيانين في اللي عندهم سكندري بكتيريا انفكشن، لكن الحقيقه لما جم يطبقوا الانتي مايكروبيال ستيوارد شيب برنسبلز لقوا فيه ان الموضوع مقلق لما قد يدركوا من انتي مايكروبيال ريزيستنت. ايه الستيوارد شيب برنسبلز دي؟ دي عباره عن برنسبلز بنطبقها على استخدام الانتيبيوتيك، بنشوف ان الانتيبيوتيك اللي انا استعملته ده كان انديكيتد ولا لا، هل انا استعملت ريزيستنس فورم، هل انا سببت في ديفلوبمنت انتي مايكروبيال ريزيستنس، هل التشويس في الانتيبيوتيك صح، الديوريشن صح. هي المفروض ليها برنسبلز كامله بنتابع بيها وبنقيم استخدام الانتيبيوتيك. فلما جم يقيموا البرنسبلز دي لقوا ان في ابيوز للانتيبيوتيك، وان ده ممكن يقروز البروبلم بتاعه الانتي مايكروبيال ريزيستنس. ايه الانتي مايكروبيال ريزيستنس؟ كلنا عارفين ان احنا الابيوز الانتيبيوتيك ممكن يدخلنا في مشكله اكبر، هي الانتي مايكروبيال ريزيستنس. والحقيقه انا الجمله اللي دايما بقولها في كل ميتنج، احنا هنخرج من المشكله بتاعت الكوفيد 19 بكارثه اسمها الانتي مايكروبيال ريزيستنس، ان احنا يبقى عندنا اورجانيزم مشخصين والكالتشر طالع ان عندي اورجانيزم محدد، ولكن ما فيش عندي انتي بايوتيك سنسيتيف ليه، ما فيش اي استجابه لاي حاجه، وانا قاعده جنب العيان مش عارفه اعمل له حاجه. ودي كارثه للاسف ممكن نواجهها في القريب العاجل.
الحقيقه يعني احنا عندنا اكتر من فاكتور بيساعد على الانتي مايكروبيال ريزيستنس. طبعا الهوسبيتال ادميشن زي ما اتفقنا، والانستنس بتاعت الانفكشن اللي ممكن تبقى موجوده في المستشفى، وخصوصا لو العيان هيدخل انترميديت كير او اي سي يو، الانستنس بتاعت الانفكشن هتبقى اعلى. طبعا استخدام البايوسيدال ايجنتس، واللي طبعا بقى فيه يعني اسراف في استخدامه مع الكوفيد 19، واستخدام الكحول والديسنسيتايزرز، وطبعا اللو ليفل بتاع الاكسبوجر اللي احنا بنحاول ان احنا نحصل عليه علشان نتجنب الاصابه بالكوفيد 19. لكن الحقيقه ما نقدرش ننكر ان دوت ليه دروباك، ان هو بيؤدي الى ان احنا يبقى عندنا ايمرجنت مور ريزيستنت سترينز من الاورجانيزم. يعني ده سلاح ذو حدين، زي ما انا ممكن احمي نفسي من كوفيد دلوقتي، لكن انا بعمل مور ريزيستنت سترينز من باثوجينز ثانيه انا ممكن ما ابقاش واخده بالي منها دلوقتي. حقيقه مشكله الانتي مايكروبيال ريزيستنت دي جلوبال بروبلم، وكانت يعني كلنا اكيد متابعينها من قبل الكوفيد وقبل البانديميك بتاع الكوفيد، ان العالم كله بيصرخ بالانتي مايكروبيال ريزيستنس، وان كانت الحقيقه ال WHO كانت بتعلن ان هي متوقعه ان نوصل ل 10 مليون وفاه على سنه 2050 بسبب الانتي مايكروبيال ريزيستنس. طبعا الله اعلم الرقم ده هيبقى كام دلوقتي بعد الكوفيد، وان ده ممكن يوصلنا لتكلفه توصل لاكثر من 100 تريليون دولار تكلفه للاقتصاد العالمي بسبب الانتي مايكروبيال ريزيستنس. طبعا لما نيجي نقارن ده بالنتائج بتاعت الاستاديز اللي بتقول ان احنا في بعض الدراسات لو اكتر من 70% من العيانين خدوا انتي بايوتيك، وان كان اونلي 8% من العيانين كان عندهم فعلا بكتيريال او فانجل انفكشن، وفي دراسات تانية زي ما قلنا 15%، يعني في اقصى الدراسات او اشدها اصابات ما تجاوزش الموضوع 20% قصاد 70% من العيانين اللي كانوا عندهم اللي خدوا فعلا انتي بايوتيك ويزاوت انتيكيشن. طيب ده هيؤدي لايه؟ هيؤدي للصوره المؤسفه دي اللي احنا ممكن نشوفها، وللاسف بدانا نشوفها دلوقتي في كتير من الرعايات والمستشفيات بتاعتنا، ان انت يبقى عندك اورجانيزم محدد ايه هو ومحدد نوعه وبتجرب عليه كل الانتي بايوتيك، للاسف كل الانتي بايوتيك ريزيستنس ليه، ودي الماساه اللي احنا ممكن نواجهها قريب. طيب احنا في البروتوكول المصري تعاملنا مع الموضوع ده ازاي؟ احنا كنا واضحين من الاول، احنا من الاول قلنا ان احنا ما ان احنا مش ريكومندنج استخدام الانتي بايوتيك كبروفيلاكتيك للبكتيريا الانفكشن، وان احنا بنستعمله بس لو في بكتيريا الانفكشن ديتكتد في العيان، وساعتها فتحنا استخدام انتي بايوتيك اكوردنج للجايد لاينز واكوردنج للافيلابيلتي الانتي بايوتكس اللي عندك. وقلنا اي انتي بايوتيك من اول الكيفاروسبورين لغايه اخر انتي بايوتيك موجود عندك تقدر تستعمله اكوردنج للكالتشر سنسيتيفيتي واكوردنج للجايد لاينز للمانجمنت بتاعت البكتيريا الانفكشن. ده كان من اول بروتوكول شهر 3، والحقيقه برضو احنا اناونسمنت في بروتوكول شهر 3 ان احنا كان ساعتها طبعا لان احنا عندنا الانتي فايرال اللي كان متاح ساعتها هو الهيدروكسي كلوروكين، فكنا ريكومندنج استخدام الكيفالوسبورين في الوقت دوت، لان هو ده كان الانتي بايوتيك اللي ملوش انتر اكشن بينه وبين الهيدروكسي كلوروكين، فكان هو ده اللي يعني بنرجح استعماله لو العيان شاكين في كو انفكشن ببكتيريال انفكشن في العيان ده. الحقيقه من الانتي بايوتيك اللي عملت ديبيت كبير قوي، والحقيقه احنا مش عارفين احنا يعني يعني هنذكر الموضوع ازاي، بس احنا اتحط الازيثروميسين في البروتوكول من اول شهر مارس. الازيثروميسين ساعه ما اتحط في بروتوكول مارس الحقيقه لم يكن الهدف منه ان هو يبقى انتي بايوتيك، هو اتحط لان هو رول ليه رول كانتي فايرال. الحقيقه الازيثروميسين من قبل الكوفيد اتعمل عليه دراسات كانتي فايرال يعني كانتي فايرال ايجنت، واتعمل على كذا فيروس، اتعمل على الايبولا والزيكا والريسبيراتي سينسيديال فيروس والاتش 1 ان 1 والانتيرو فيروس والراينو فيروس، اتعمل على فيروس كتير، وكان في كلام ان هو ليه افكت كانتي فايروس. اللي خلانا نستعمله مع الهيدروكسيكلوروكين ان احنا كنا محتاجين الهيدروكسيكلوروكين الحقيقه كان مثبت كفاءته في المايلد والمودريت كيس. كان عندنا مشكله زي ما قلنا في السيفير والكريتيكال ال بيشنت ان الهيدروكسيكلوروكين لوحده مش كفايه، ما هوش ذات افكتيف، فما اقدرش استعمله لوحده. في نفس الوقت ما كانش افيلبل عندنا في الوقت ده اي انتي فايرال تاني على مستوى العالم، ما كانش فيه لسه كلام على اي حاجه تانية، ما كانش متاح في الوقت ده، الكلام ده كان في شهر مارس، فما كانش متاح انتي فايرال تاني. لكن كان في دراسات بتتكلم على الازيثروميسين ان كومباينيشن مع الهيدروكسيكلوروكين، لان الاثنين مع بعض ليهم سينرجيستيك افكت على بعض كانتي فايرال، بمعنى ان ده بيقوي تاثير ده الاثنين كانتي فايرال. فهنا تم استخدام الازيثروميسين actually not as an antibiotic، لكن تم استخدامه كانتي فايرال بسينرجيستيك افكت مع الهيدروكسيكلوروكين وليه اميونوميدولاتري افكت. طيب احنا استعملناه، بس هل دوت يعني كان استعمال مفتوح؟ لا الحقيقه، لان احنا الازيثروميسين زي ما ليه
الافكاسي كانتي فايرال مع الهيدروكسيكلوروكين، كان الحقيقه الاثنين ليهم سينرجيستيك افكت على بعض في السايد افكتس بتاعتهم. الحقيقه الاثنين بيعملوا برولونج كيو تي انترفال، وبيعملوا تاكي اريزميا، بيعملوا مشاكل بالذات لو العيان بريسبوزنج فاكتور لي الكاردياك او عنده تاكي اريزميا او عنده اي مشاكل من ديت، فممكن يكزاجيريت المشكله. طب احنا حصلنا المشكله دي عملناها ازاي؟ اول حاجه عملناها هتراكم لو ترجعوا للبروتوكول شهر 3، احنا كنا محددين كونترا انديكيشن لاستخدام الهيدروكسيكلوروكين، وحددناها ووضحناها ان في حالات معينه منهم عيانين الكاردياك او العيانين اللي عندهم تاكي اريزميا او مشاكل ممنوع اصلا يستعملوا الهيدروكسيكلوروكين. طيب وامتى استعمل الهيدروكسيكلوروكين مع الازيثروميسين؟ حطينا الكومباينيشن ده ريستريكتد للعيانين السيفير او كريتيكالي ال، علشان العيانين دولت هيبقوا موجودين اوريدي لا في انترميديت كير لا اما في الرعايه، فدولت عيانين موجودين اوريدي على مونيتور. فبالتالي لو العيان ديفلوبت برولونجد كيو تي انترفال او تاكي اريزمي او اي سايد افكت من الكومباينيشن اي كان ديتكت. للاسف الجزء ده برضه حصل فيه ميس ليدنج او ميس اندرستاندنج من الناس، ان بداوا يستخدموا للاسف الكومباينيشن ده في الاوت بيشنت، في حالات مايلد، في حالات مودريت، ويزاوت مونيتورنج، ويزاوت بيز لاين اسسمنت للكاردياك كونديشن، وبالتالي ده كان ممكن يديفلوب بعض المشاكل. الحقيقه استخدام الكومباينيشن ده وزاوت الريستريكشن اللي احنا حطيناها في البروتوكول هو ده اللي ادى لوجود مشاكل في استخدام الكومباينيشن ده. حضراتكم تذكروا المقوله الشهيره بتاعه ترامب لما اتكلم على الكومباينيشن ده في الاول، وقال ان دوت البيجست جيم تشينجر في الهيستوري اوف ميديسن، وقال ان الاف دي اي هاز موفد ماونتنز، وان هو بيشكرها على استخدام الكومباينيشن بتاع الهيدروكسيكلوروكين مع الازيثروميس. طبعا بعد كده رجع غير كلامه كالعاده. الفكره في ان احنا السايد افكتس كنا عاملين ريستريكشن لليوز، لما يستخدم الكومباينيشن ده يستخدم في الرعايه، لان احنا ما كانش عندنا بديل. حضراتكم لو تلاحظوا في البروتوكول شهر 11 لما تواجد عندنا بدائل للانتي فايرال، تم الاستغناء عن الهيدروكسيكلوروكين في السيفير والكريتيكال ايل كيسز، وخليناه ريستريكتد للحالات اللي هو اثبت فيها كفاءه اللي هي المايلد والمودريت كيسز، وبالتالي تم الغاء جزء الازيثروميسين كانتي فايرال من البروتوكول في السيفير والكريتيكال ايل بيشنت. طيب الفلوروكينيلونز او الكينيلونز عموما برضه هي بيتم استخدامها، هي ليها رول كانتي فايرال، ليها رول لانها ليها اميونو موديولاتري افكت، ممكن استعملها. طبعا كان عندي مشكله برضه في الاول لما كنت بستعمل هيدروكسيكلوروكين لوحده، ان انا لو هستعملها مع هيدروكسيكلوروكين برضه ناخد بالنا ان هي ليها سينرجيستيك افكت، ان هم برضه ليها نفس التاثير زي الازيثروميسين، بتعمل برولونجد كيو تي انترفال، وممكن تعمل لي تاكي اريزما في العيانين. فانا لو هستعملها مع الهيدروكسيكلوروكين لازم ابقى كوشس لو العيان عنده كوموربيديتي كاردياك، لو مش هستعملها مع الهيدروكسيكلوروكين اقدر استعملها سيفلي وين انتيكيتد، لان احنا طبعا في حالات النمونيا والكاب الكينيلونز او ريسبيراتوري كينيلونز واحده من المين بلايرز معانا في التريتمنت. لو نراجع بقى البروتوكول بتاع 11، احنا حاولنا نوضح الامور دي على قد ما قدرنا، يمكن دكتور حسام اكد على النقطه دي واسمحوا لي ان انا اكد معاه، ان احنا قلنا الانتي بايوتيك نوت ريكومنتد تو بريفنت بكتيريال انفكشن في المايلد بيشنت، وان انا لما استعمل امبيريكال انتي بايوتيك ده لما يكون سسبيشس ان في بكتيريا نيمونيا او في سيبسز، وان انا لازم ابقى ريستريكتنج اليوز الانتي بايوتيك ويزاوت اب يوز، لان دوت هيبقى ليه فيدباك مش كويس لو انا اب يوز الانتي بايوتيك للعيان ايرلي. الحقيقه لما حطينا الانتي بايوتيك ريجيم اللي اقترحناه احنا قلنا ان يبقى في الاول حاولنا نوضح الانديكيشنز امتى استعمل الانتي بايوتيك، او ايه الكرايتيريا لو حد مش عارف يعني ايه الكرايتيريا ان انا يبقى عندي بكتيريا انفكشن، او امتى اقول ان العيان ده ممكن يبقى عنده بكتيريا انفكشن. طبعا لو لقيت رابيد ديفلوبمنت للكونسوليديشن باترن في السي تي، لو لقيت بدا يقلب بلوبر كونسوليديشن رذر ذان الجي جي اوز المشهوره بتاعت الفيرال نيمونيا، لو لقيت ان العيان ابتدى يظهر عنده ليوكوسايتوزز معاها ابسوليوت نيتروفيليا، لو لقيت ان الفيفر بعد ما كانت سبسايدت وتحسنت والعيان قعد كام يوم في فبراير يرجع تاني يظهر عنده فيفر، لو لقيت ان السي ار بي بتعلى برغم ان الاذر ماركرز بتاعت الانفلاميشن بتاعت الكوفيد بتقل زي الفيريتين، وطبعا لو لقيت البروكالسيتونين عالي ده هيبقى انديكيتور بالنسبه لي. طيب ايه الانتي بايوتيك اللي احنا بنريكومند؟ احنا قلنا هنمشي اكوردنج للجايد لاينز يا جماعه، جايد لاينز بتاعت الكاب، جايد لاينز بتاعت الهاب، احنا هنمشي على الجايد لاينز. احنا البروتوكول اللي حاطينه حاطين بروتوكول الكوفيد، لكن الجايد لاينز بتاعت النيمونيا هي اللي هتمشي زي ما بنمشي في اي سنتر تاني. لو ما حضرتك لو العيان عندك لو ريسك تقدر تستعمل البيتا لاكتام جروب، ممكن تستعمل معاه الماكروليد او الدوكساسايكلين، لو او ممكن تدي الفلوروكينيلونز كمونو ثيرابي، ريسبيراتري فلوروكينيلونز كمونو ثيرابي اكوردنج للجايد لاينز. لو العيان هاي ريسك طبعا نقدر نستعمل بيتا لاكتام
ماكرو ليد او الفلوروكينيليونز اقدر استعملها. يعني انا عندي كومبينيشن همشي اكوردنج للجايد لاينز، اكوردنج للبايوجرافي بتاعي، اكوردنج للباترن اوف ريزيستنس الموجود عندي في الرعايه، واقدر ادي العيان. لكن لما ادي العيان لو سمحتوا السؤال هو امتى اديه وانتكيدت ولا لا، والدوز ادجستمنت قد ايه، وايه السلكشن اوف انتيبيوتيك، ودونت ابيوز اول يور انتيبيوتكس مره واحده. مش عشان عيان برضو ديفلوب سكت بكتيريا انفكشن اقوم كاتبه له 3 4 انتيبيوتكس، انت كده بتابيوز الانتيبيوتكس. لو عاوزت بعد كده تابجريد مش هتلاقي حاجه تديها للعيان. فلو سمحت دونت ابيوز الانتيبيوتيك في اللي استخدمها. طبعا نرجع ونقول ان انفكشن كنترول ميجرز والبروسيجرز البسيطه اللي احنا ممكن نعملها ممكن تبقى هي بروتكتيف لينا ونستغنى بيها عن الانتيبيوتيك او البكتيريا انفكشن او الانفكشن عموما اللي ممكن تحصل في المستشفى، ممكن يقلل لنا الانستنس بتاعه استخدام الانتيبيوتيك، وممكن يرحمنا من الكارثه اللي ممكن نواجهها بعد كده بالانتيميكروبير ريزيستنس. وشكرا. اسمحوا لي دلوقتي اقدم الاستاذ دكتور محمد عبد الحكيم النادي، هيكلمنا عن بيت فولز في كوفيد 19 مانجمنت والفاكسينيشن. اتفضل يا دكتور محمد. بقى بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بشكر الزميلة العزيزة الأستاذة الدكتورة جيهان على تقديمي، وبشكر الزميل العزيز الأستاذ الدكتور حسام حسني على المحاضرة القيمة، والأستاذة الدكتورة جيهان على المحاضرة القيمة اللي هي يعني سهلت بالنسبة لي كتير في إن إحنا نبتدي نكمل المشوار اللي ابتديناه كأنتي فيرال وكأنتي بيوتيك في المانجمنت بتاع الكوفيد 19. هنبتدي مع حضراتكم بالسلايدز. هنتكلم على البيت فولز ان ذا مانجمنت اوف كوفيد 19. ممكن نكبر السكرين لو سمحت. اوكي. زي ما حضراتكم عارفين انا احد اعضاء اللجنه العلميه لمكافحه الكوفيد في جمهوريه مصر العربيه، ويمكن ديت صوره القصر العيني الفرنساوي اللي هو دلوقتي موجود معانا كمستشفى عزل. بنقول ان الكوفيد 19 طبعا زي ما الاستاذ دكتور حسام قال انا معترض على كلمه كوفيد 21، صح احنا كل كلامنا على كوفيد 19، وبنقول ان احنا كل يوم بنتعلم فيه معلومه ما كانتش موجوده، ولسه ستيل عمالين بنتعلم، ولسه في جايد لاينز كتيره عماله بتنزل، ولسه الايدنتيفيكيشن بتاع طبيعه المرض وكيفيه التعامل معاه لسه حتى الان بنتعلم فيها. أنا في الحقيقة يعني أحب أركز النهاردة على البيت فولز إن دايجنوزيس والمانجمنت، يعني عايز أقول إيه الأخطاء الشائعة اللي إحنا بنرتكبها كأطباء وأنا واحد منهم في إن إحنا نقدر نشخص بصورة سليمة. في عيان يجي يقول لك يا دكتور أنا عملت الدي دايمر والسي آر بي والإل دي إتش، هل دي كورونا ولا لأ؟ مفيش حاجة اسمها كده. الأعراض يتم تشخيصها من أو الكوفيد 19 بيتم تشخيصه بالأعراض زائد المسحة أو الأعراض مع الإشعة المقطعية. اما باقي التحاليل اللي بيسموها يعني الباكج بتاع الكورونا ديت بتبين درجه خطوره المرض وليس ان المرض موجود ولا لا. وبالتالي
يبقى احنا هنعتمد على الاعراض، في سخونيه، جسمي مكسر، زوري واجعني، يبقى ما ندعيش ونقول يا رب اكون بسنن وبس، لا هنبتدي نشك ان ديت تكون ايه، كورونا. طيب الكورونا بتعمل ايه؟ الكورونا بتعمل اعراض شبه نزله البرد العاديه اللي احنا بنسميها الفلو او الانفلونزا، بتبقى جايه بفيفر وكوف وفتيج وسرسروت وهيديك وبوني اكس ورانينج نوز، لكن في ثلاث حاجات يميزوا نزله البرد ويفرقوها من الكورونا، لو لقيتهم تروح تشك في الكورونا على طول. واحد، صادن ان اكسبليند لوس اوف تيست اند سميل، العيان ما بيشمش وما بيتذوقش بصوره سليمه، او ظهور طفح جلدي على اي جزء من اجزاء الجسم، او حكه وحمار في العين. الثلاثه دول لما تلاقيهم على طول هتبتدي تشك ان العيان دوت ات از اي كوفيد راذر ذان انفلونزا. فما ينفعش يجي يفضل العيان يحلف لك يقول لك انا كان عندي نزله برد عاديه. لا يوجد ما يسمى نزله برد عاديه في زمن الوباء. نزلة البرد العادية في زمن الوباء هي وباء إلى أن يثبت العكس. وبالتالي يبقى الطفح الجلدي لو وجد هيخليني أتشجع، وكمان واتس كولد كوفيد تانج، الكوفيد تانج دوت اللي احنا بنبص على لسان العيان نلاقي فيه بعض القرح، وبعض الناس يبقى فيه عندهم جينجيفال انفلاميشن، جينجيفال ألسريشن، وساعات العيان يقول لك ريقي ناشف، وكنا ساعات بنبقى قلقانين العيان ده ريقه ناشف من ايه؟ اتضح ان الكوفيد بينفكت السليفري جلاند، يعني ايه؟ الغدد اللي مسؤوله عن تكوين اللعاب، وبالتالي يبقى نشفان الريق ممكن يكون استرويد انديوز، ممكن يكون دايابيتيك بيشنت، ممكن يكون انفكشن للسليفري جلاند بالكورونا فيروس. وبالتالي يبقى في جنجيفال انفلاميشن، زيروستوميا، دراي ماوس، اورال ألسريشن، كراكد تيس، لوس اوف تيست اند سميل، كل الحاجات دي هتخليني اشك ان ده ايه؟ كورونا. يبقى انا اول مشكله في الاعراض ان هي كانت ممكن تبقى كونفيوزد مع الانفلونزا، تاني حاجه ممكن تبقى كونفيوزد مع الالرجي، خصوصا ان احنا دلوقتي في شهر 5 وفي 6 وحبوب اللقاح وشهر اشهر الربيع والكلام دوت، لكن بنقول وجود صادن ان اكسبليند فيفر وصادن بوني اكس، ده هيسبورت ان انت بتتكلم على كورونا فيروس. لكن لو كانت الرجي هتلاقي العيان عمره ما يسخن خلاص، وممكن يبقى فيه بوني اكس وماليز بس تيجي جراديوال. ولو العيان استخدم انهيلد نيزل استرويد يتصلح في الحال اف ات از الرجي، ولو ما تصلحش يبقى تمشي مع الكورونا. يبقى بالتالي لو سمحت في عندي ثلاث حاجات يخلوني اقول هل دي كوفيد ولا نيزل الرجي او الرجيك مانيفستيشن بتاعت الرجيك راينيتس، تقول لي غياب الحراره والتحسن بالانهيلد نيزل استيرويد وتكسير الجسم اللي بيجي بطيء، التلاتة دول ماشيين مع الايه؟ الالرجي بتاعت فصل الربيع. يعني بمعنى صح، فصل الربيع حلو بالنسبه للناس اللي بتحب وبالنسبه للناس اللي بتتجوز، لكن بالنسبه للناس اللي عندها الرجي بيبقى فيه مشكله. اذا يتم التشخيص بالاعراض مع المسحه او بالاعراض مع الاشعه المقطعيه. طب امال دول ايه بقى بقيه الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها؟ هنقول الاول بس ناخد بالنا ان المسحه ليس بالضروره ان هي تطلع ايجابيه حتى لو العيان مصاب، يعني ممكن تطلع نيجاتيف والعيان مصاب، لان انا في عندي زي ما حضراتكم شايفين كده النيزل سواب ممكن تديني 63% انسنس بوزيتيفيتي، وفي عندي 37% ممكن تطلع ايه؟ نيجاتيف، وبالرغم من ذلك العيان عنده كورونا. اذا هي it is a good positive test but it is not a good negative one، يعني كان not rule out the diagnosis. ساعات تلاقي العيان جاي لك بسي تي مليان بطش وعامل لك مسحه يقول لك انا الحمد لله طلعت سلبي، طز، ولا المسحه دي ليها اي قيمه طالما السي تي مبين لي البايلاترال جي جي او البريفرال الباتشي اللي هي واخده كريزي بيفنج او جي جي او او سوليد كونسوليديشن. وبالتالي يبقى انا بقول ان الكوفيد ايمجينج لو لقيت عندي الجراوند جلاس اوباستي اللي هي الالفيولاي تبتدي تتملي بالفلويد، او بقى في عندي الالفيولاي مليانه تماما تعمل لك سوليد كونسوليديشن، او بقى في عندك الصوره بتاعت السويلنج بتاع الانترستيشال سبيس يبقى يسموها كريزي بيفنج، يبقى انت في عندك كده ايه الثلاثه مع بعض او واحده من الثلاثه، ده هيسبورت الدايجنوزس ان ذا ايرا اوف كوفيد. ولازم نحط كلمة in the era of COVID دي ونحط تحتها خط عشان دول لوحديهم في الأيام العادية ما كناش بنشخص بيهم إن العيان دوت عنده كورونا، لكن في زمن الكورونا هي كورونا إلى أن يثبت عكس هذا الكلام. طيب
لما كنا بنشوف البلورال افوجن بنقول ده اجينست، لما كنا بنشوف الميدياستاينال لينف نود بنقول ده اجينست، لما كنا بنشوف اللانج كافيتيشن كنا بنقول ده اجينست، ولا نزال بنقول هذا الكلام. لكن الافوجن وجدنا ان بعض المرضى دلوقتي بيبقى مش فيه معاهم بلورال افوجن وستيل البوسيبيليتي بتاعت الكوفيد قائمه. اذا السي بي سي والال دي اتش والدي دايمر والسيرم فيريتين والسي ار بي والاي اس تي والاي ال تي دول اسمهم ديزيز بروجنوستيكيشن. اللي عنده سيفير ولا مش سيفير، مايلد ولا مودريت ولا سيفير ولا كريتيكال. يبقى ما تقوليش انا عملت سي بي سي يا دكتور بص عليها كده هي دي كورونا، انا عملت الدي دايمر طلع عالي هي دي كورونا، انا عملت السيرم فيريتين طلع عالي هي دي كورونا، يبقى انت كده مش فاهم حاجه. امال الكورونا بتتشخص بايه تاني؟ الاعراض زائد المسحه، او الاعراض مع الاشعه المقطعيه. امال التحاليل دي بتاعت ايه؟ التحاليل دي بتقول لك الديزيز سيفيريتي، البروجنوزس، العيان بتاعك حلو ولا وحش، العيان هيحتاج انتي انفلاماتوري ولا ما يحتاجش، العيان هياخد انتي كواجولانت ولا ما هياخدش. وبالتالي يبقى السي بي سي والال دي اتش والدي دايمر والفيريتين والسي ار بي والاي اس تي والال تي دول بروجنوستيكيشن. يبقى هنا بيقول له طمني يا دكتور، قال له وانا مين يطمني. كويس قوي. اذا الدي دايمر ده اللي هو عامل قلق للناس، والحد طلع فوق النص ودي مش عارف ايه، ودواء السيوله ولازم ياخده لحسن يجي له. لو سمحت اوعى تاذي العيان، واوعى تديله دواء نوت انديكيتد. انا ما بعالجش الدي دايمر العالي، انا بعالج المريض اللي عنده الدي دايمر عالي، اللي انا مش عارف هو عالي بسبب الكوفيد ولا عالي بسبب ان هي حامل ولا عالي بسبب تروما ولا سيرجري ولا كانسر ولا اكوت انفيكشن ولا ليفر ديزيز ولا هيلثي إلدرلي. كل دول بيعلى فيهم الدي دايمر. يبقى لازم الاول تدايجنوز ان هو كوفيد، وبعد كده تشوف الدي دايمر بتاعك اخباره ايه، اعلى من نص واقل من واحد ياخد بروفيلاكتيك، اكتر من واحد ياخد ثيرابيوتيك. كويس. طيب في واحد يقول لك ايه، انا طلع البي سي ار بتاعي بوزيتيف، ممكن تعمل لي فولو اب؟ اقول لك اه ماشي، خدت العلاج 10 ايام بيت كويس. اه طب انا عايز اعمل بي سي ار تاني عشان اشوفه يطلع نيجاتيف ولا بوزيتيف. يا راجل، واحنا هنعمل فولو اب بالبي سي ار؟ واحنا هنعمل فولو اب كل 3 ايام بالسي تي؟ طبعا ده تهريج. يبقى البي سي ار والاتش ار سي تي دول نوت يوزد فور فولو اب. امال مين اللي مهم؟ الكلينيكال ثم الكلينيكال ثم الكلينيكال ثم الكلينيكال. العيان بتاعك بيتصلح، بدا ياكل، بدا يشرب، الحراره انتهت، النفس بدا يستريح، يبقى العيان بتاعك كويس. يبقى لو سمحت ما تروحش تجري كل شويه تقول انا هعمل ماركرز، انا هعمل بي سي ار، انا هعيد السي تي. السي تي بيتاخر كل 3 اسابيع لو حبيت تعمل، عشان السي تي يبقى كويس لو قارنته بالسي تي اللي قبله. يبقى لو سمحت ما تروحش كل شويه تقول انا عايز اعمل سي تي. السي تي هيشخص لك العيان ان هو اتصلح ولا لا، اللي هيشخص العيان اتصلح ولا لا اللي بيقوله العيان. نفسي اتصلح، بيتاكل كويس، بيتشرب كويس، بيتعرف اخش الحمام وارجع نفسي ما يلقفش، يبقى العيان بتاعي بيتصلح. يبقى يو ار نوت ان نيد ان انت تجري كل شويه وتعمل العيان سي تي او تعيد له الانفلاماتوري ماركرز. على الاقل اصبر من اسبوعين لثلاث اسابيع على ما تبتدي تقول انا اشوف السي ار بي اخباره ايه، السيرم فيريتين نزل ولا ما نزلش، السي بي سي بقت كويسه ولا لا، الليمفوسايتس بدات تنورمالايز ولا ما بداتش. ما بنعملش بي سي ار خالص عشان افولو اب العيان بيه. لكن اذا كنت شغال في بنك او في جهه حكوميه وبيطلبوا منك غصبا عنك، يبقى لازم تروح وتعمل البي سي ار. تمام، خلصنا بحمد الله الموجه الاولى والموجه الثانيه، واحنا دلوقتي في قمه البيك بتاع الموجة التالتة. فهل يا ترى احنا استعدنا لها ولا لا؟ من الواضح ان احنا كلنا خلاص بقينا محترفين الحمد لله في المانجمنت بتاع الكورونا، لكن لا نزال عايزين نهايلايت بعض البوينتس اللي ايه تفضل بيها الأستاذ الدكتور أسامة والأستاذ الدكتورة جيهان وأشاروا إليها. طيب ايه دي الأخطاء؟ يبقى إذن الأخطاء في التشخيص هي اللجوء إلى ما يسمى مجموعة الكوفيد في الكلاب عشان اشخص. دي ما بتشخص، التشخيص بالاعراض مع المسحه او الاعراض مع الاشعه المقطعيه. طيب ما هي البيت فولز في المانجمنت؟ هنبتدي الاول بنقول زي ما الاستاذ دكتور حسام متفضلا مشكورا، وهو اللي كان متبني في الحقيقه الفكره بتاعه 12 يوم قبل وبعد، بنماكسمايز الانتي فايرال قبل 12 يوم والدور بتاع الانتي انفلاماتوري بعد 12 يوم بيزيد، ومش هعيد التفاصيل تاني كتر خيره دكتور حسام. لكن لازم نلفت النظر الى انا ما عنديش دايركت سبيسيفيك انتي فايرال. يعني ايه؟ يعني كل العلاجات اللي احنا بنديها دي يا جماعه اسمها بوتنشال، يمكن يكون في منها الرجا. تقول لي حتى هذه اللحظه؟ اقول لك حتى هذه اللحظه، بدليل ان انت عندك بروتوكول علاج بتدي فيتامين سي ودي والزنك وهيدروكسيكلوروكوين وايفرميكتين وفافيبرافير وريمديسيفير ولوبينافير وتنافير. الله، كل ده اه
طب ليه كده كل ده؟ عشان ما عنديش سبيسيفيك انتي فايرال. الهيدروكسيكلوروكوين ده بيشتغل انتي مالاريال، والايفرميكتين انتي سكيبز، والفافي بيرافير ده اول ما طلع كان انتي انفلونزا، والريمديسيفير ده كان انتي ايبولا، واللوبينافير وتونافير ده انتي ايدز. اذا التسميه الصحيحه it is a potential antiviral، يبقى انا بديه aiming ان هو ممكن يساعدني في القضاء على الكورونا، however it is not specific against الكورونا. كويس، زي ما الاستاذه الدكتوره جيان برضو تفضلت مشكوره في الكو انفكشن، بكتيريا الكو انفكشن، احنا اتفقنا ان احنا بنديها فقط اذا كان العيان عنده bilateral solid consolidation، شكله ماشي اكتر مع بكتيريا. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني مش جاي جي جي او بريفرال وباتشي، لا ده جاي solid consolidation او lobar consolidation او deterioration في خلال 24 ساعه عنيف، او reappearance of fever او leukocytosis shift to left وtoxic granulation او increase في السي ار بي او البروكالسيتونين، والكلام ده مهم جدا. هتعالجه ازاي؟ هتعالجه كما لو كنت بتعالج النيمونيا وزاوت كوفيد بنفس الجايد لاينز اللي الاستاذه الدكتوره جان شرحتها، لو كان لو ريسك ولو كان هاي ريسك. انا بدي بيتا لاكتام بلس ماكرولايد او بيتا لاكتام بلس كينيلون اذا كان هاي ريسك. طب واذا كان لو ريسك هتدي مونو ثيرابي او كومباينيشن ثيرابي؟ مونو ثيرابي زي فلوروكينيلون وكومباينيشن ثيرابي بيتا لاكتام بلس ماكرولايد او بيتا لاكتام بلس دوكسي سايكلين، دون الخوض في التفاصيل. جميل، نيجي بقى لحتتين يعني لم يتم تغطيتهم في المحاضرتين السابقتين، وهي الانتي انفلاماتوري دراجز في الكوفيد 19. هتدي انتي انفلاماتوري دراجز المفروض امتى؟ بعد اليوم ال 12 اللي هيبتدي فيه الجسم يرد على الفيرال مالتيبليكيشن اللي تم. في عندك حصان جامح انت عايز تكبح هذا الحصان، تعمل ايه؟ هتدي حاجه من الاثنين. ليه؟ عشان احافظ على رد فعل الجسم ان هو ما يطلعليش انفلاماتوري سايتوكاينز تدخل العيان في واتس كولد مالتيبل اورجان فيلير ومالتيبل اورجان ديسفانكشن واي ار دي اس، وبالتالي يبقى انا بدخل العيان في ايه؟ ريسبيراتوري فيلير. يبقى انا الهدف من العلاج هو ان انا اقول للجسم بشويش رد على مهلك، انا مش عايز تاذي العيان اكتر مما هو مأذي من الفيرال انفكشن. جميل، مين اللي بيقوم بهذه الوظيفه؟ حاجتين، الكورتيكوستيرويد والتوسيليزيوماب. الكورتيكوستيرويد كلنا عارفينها اللي هي بالنسبه لي بقت لايف سيفنج، واحنا من زمان في الحياه احنا حاطينها في البروتوكول، الديكساميثازون على وجه الخصوص، واذا كان العيان في الاي سي يو يبقى المثال بريدنيزولون صوديوم ساكسينيت، وطبعا الاوكسفورد اللي طلعت لنا الاستيرويد ذا فيرست دراج تو بريفنت ذيس از فروم كوفيد 19، ده كلام يعني بيضحكوا بيه على البشر، احنا من زمان واحنا حاطين الاستيرويدز في اي عيان عنده ريسبيراتوري ديستريس، حتى لو كان قبل ال 12 يوم، حتى لو كان قبل ال 12 يوم. وده البروتوكول هو بيوريك قد ايه، لو كان العيان تاكيبنك ريسبيراتوري ريت بتاعه اكتر من 30 او الساتوريشن اقل من 93 او البي او 2 على الاف اي او 2 اقل من 300 او في رابيد سوليد كونسوليديشن ديتيريوريشن في الراديولوجي في خلال 48 ساعه اكتر من 50%، على طول خش بالانتي انفلاماتوري حتى لو كان قبل 12 يوم. كويس جدا. تاني دواء بيموديفاي الاميون ريسبونس هو التوسيليزيوماب، وفي الحقيقه ده من الادويه الخطيره اللي فرقت جدا مع العيانين في الاوت كام، بالذات العيانين اللي بيكون في عندهم ريفراكتوري هايبوكسيميا. وهنا بيوريك قد ايه الرول اوف سايتوكاين انكلودينج الانترلوكين 6 في الكوفيد 19 انديوسد نيمونيا، لما بنديه يبقى احنا هنا عاملين في السايتوكاين ستورم، بيقول له ادركني يا شيبوفه، فبيبتدي معانا الايه الاكتمرا او التوسيليزيوماب اللي احنا لو وديناه في مكانه بيريديوس المورتاليتي وبيريديوس اللنج انفلاميشن اند نيفر تو بي جيفن ايرلي، لان لو انت اديته ايرلي هي انهبت الفاجوسايتوزس وهينقص الهيلينج بتاع الانفلامدا الفيولاي، يبقى التايمنج بتاعه لو كان العيان ديستريس بعد ما تكون جربت الكورتيكوستيرويدز وما جابتش نتيجه، وده الكلام ده مهم جدا. كويس جدا، تمام. ولازم ناخد بالنا ان عشان تدي الاكتمرا او التوسيليزيوماب لازم تكسكلود سكندري بكتيريا انفكشن، ولازم تكون الليفر فانكشن بتاعت العيان كويسه، ولازم تكون قايس البروكالسيتونين ويكون قليل، والتي ال سي بتاعك ما يكونش عالي ولا في شيفت تو ليفت ولا توكسيك جرانيولز. جميل جدا. نيجي بقى للحته اللي فيها ديبيت كتير اللي هي الانتي كواجلانت، ندي ولا ما نديش؟ طبعا المفروض ان احنا هندي بس باحتياطات معينه، لان احنا بنقول الدي في تي والبالمونري امبوليزم والاكوت كورونري سندروم والمايكروفاسكولار ثرومبوزس بيبقوا زايدين، ولازم نعرف ان الاسم بيختلف باختلاف المكان. يعني لو حصل ثرومبوزس في البرين بسميها ستروك، لو حصل في الهارت بسميه انفاركشن، لو حصل في اللنج بسميه امبوليزم، لو حصل في الرجل بسميه ديب فينس ثرومبوزس. كل دول الانسنس بتاعهم بيزيد في العيانين
اللي عندهم كوفيد. اشمعنى تقول لي؟ لان البلاد فيزلز كلها بيبقى فيها الايس 2 ريسبتور، واحنا عارفين ان الكوفيد سيلكتيفلي بينفيد الايس 2 ريسبتور، يبقى انت عملت انجري للاندوثيليوم. اذا عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان الكوفيد 19 از ان اندوثيليال ديزيز، اندوثيليال ديزيز، ات از ا فاسكولار ديزيز. والانسنس بتاع الكلام دوت 31% زي ما حضراتكم شايفين كده، ثرومبوتيك كومبليكيشن ديو تو بي اي. وادي شكلها زي ما انتم شايفين، حته كبده كده في الدي في تي، والبالمونري امبوليزم قافله السكه بهذه الكيفيه، او لو كان في الانجيوجرافي يبقى بهذه الكيفيه، او لو عملنا له انجيوفاك بيبقى عامل زقته الكبده اللي احنا شفطناها بهذه الصوره. اذا الموضوع جد خطير ان احنا الانتي كواجوليت سواء بروفيلاكتيك سواء ثيرابيوتيك. الجايد لاينز يا جماعه بتقول ايه؟ بتقول نستخدم السمول ولا الميديوم سايز ولا اللارج؟ الله، واحنا بنشتري جزمه؟ لا، انت ما بتشتريش جزمه، بس البلاد سينر او مخففات الدم في منها ما هو بسيط، وفي منها ما هو متوسط، وفي منها ما هو عنيف. العنيف اللي هو الثرومبوليتيك ثيرابي دي ما بنديهاش الا اذا كان عن هيمودايناميكال انستابل، وفي كونترا انديكيشن للايه؟ للانتي كواجوليشن. كويس. السمول نيفر تو بي يوزد في الكريتيكال ايل، اللي هم مين؟ الاسبرين او الكلوبيدوجريل. امال بندي مين؟ بندي الميديوم اللي هم الانتي كواجولانت، ويذر بارنترال زي الهيبرين وابن عمه اللي هم نيوكليار ويت هيبرين، او الاورال اللي هو الدايركت اورال انتي كواجولانت وابن عمه الماريفان او الوارفارين. كويس قوي. اذا الانتي بليتس مالهاش دور، لو سمحت ما تروحلهاش، مفيش حاجه اسمها اصلا انا ماشي على اسبرين، الاسبرين انتي بليتلت، انا محتاج هنا انتي كواجولانت. يبقى لو سمحت ما ينفعش تقول لي انا ماشي على كلوبيدوجريل، انا ماشي على بلافكس، انا ماشي على اسبرين، كمل عليهم اذا كان دكتور القلب كاتبهم لك. لكن انا بالنسبه لي از ا كوفيد بروفيلاكسيس انا محتاج انتي كواجولانت مش انتي بليتلت. كويس. جايد لاينز عماله كتيره، وفي لانست منزله بيبر في 2021 او 2021 على الدايجنوزس والمانجمنت وليسون فروم 1 يير كوفيد ديزيز. عايزين نقول في النهايه من الاخر، العيان في البيت ولا في المستشفى؟ تقول لي في البيت. في البيت يبقى بيكسابان او ريفاروكسابان دايركت اورال انتي كواجولانت، خلص الكلام. في المستشفى، في المستشفى في اوضه عاديه، برضو خلص الكلام، ابيكسابان ريفاروكسابان، يبقى كل ده دايركت اورال انتي كواجولانت شغال. طب لو كان في الرعايه؟ لا، يبقى ما ينفعش هنا بقى دايركت اورال انتي كواجولانت، لا يؤخذ بالفم. طالما دخل الرعايه المركزه، يبقى هنديله مين؟ لو موليكولار ويت هيبرين او فوندا بارانوكس. ايه الفرق؟ الاثنين انتي كواجولانت والاثنين بارنترا. كويس. لكن اللو موليكولار ويت هيبرين يتاخد اذا كانت البليتلتس كويسه، والفوندا بارانوكس لو كان فيه هيت. يعني ايه هيت؟ هيبرين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا، هيبرين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا، تروح على طول على الفوندا بارانوكس، والدوز بتاعتك 5 مللي بير كي جي او 7.5 او 10 على حسب الوزن، اقل من 50 ولا اكتر من 50، اكتر من 100، يبقى انت هتدي اكوردنج تو ذا ويت. وما ينفعش هنا تقول لي انا ببروفيلاكت بالانتي بليتلتس. كويس قوي. اذا هتدي بروفيلاكتيك ولا ثيرابيوتيك؟ اقل من واحد واكتر من نص ادي دايمر، يعني ادي بروفيلاكتيك، اكتر من واحد ادي ثيرابيوتيك. الكلينيكال والاكسجينيشن والراديولوجي هم اللي بيديتيرمن هو والدي دايمر والريسك اوف بليدنج والهيستوري اوف في تي اي. ده هيقول لك الديوريشن. يعني ايه الديوريشن؟ يعني المفروض لو العيان ما عندوش ريسك اوف بليدنج والهيستوري اوف في تي اي، يبقى انت هتقول له من 4 لـ6 اسابيع، شهر لشهر ونص. طب افرض كان عنده جلطات سابقه، يكمل لـ3 شهور. طب افرض عنده انسنس اوف بليدنج، يبقى تقدر الضروره بقدرها. كويس قوي. واذا كانت الست دي حامل، ما عندكش اي اختيارات غير اللو موليكولار ويت هيبرين، وخلص الكلام. وبالتالي بنقول بقى المايلد كيس اللي هي سيمتوماتيك كيس، احنا بنقول بقى في عندي مايلد ومودريت وسيفير وكريتيكال. المايلد نو نيمونيا نو هايبوكسيا، يبقى تاخد واحد انتي فايرال ايفرميكتين او فافيبيرافير او هيدروكسوكلوروكوين، وحط معاك فيتامين سي والزنك ولاكتوفيرين، اوكي مفيش مشكله. طب لو كان مودريت، هتختار الاثنين مع بعض، الهيدروكسوكلوروكوين او الايفرميكتين، او تاخد الريمديسيفير واللوبينافير بالذات لو كان في هاي ريسك جروب والساتوريشن اقل من 93، وهتروح للاميونوميدولاتر الكورتيكوسترويدز بالذات لو كان العند ستريس. تقول لي الله، مش انت لسه قايل ان الاستروز بعد 10 ايام؟ يا سيدي افرض ان هو قبل 10 ايام والعند ستريس، يو ار جاستيفايد ان انت تدي الكورتيكوسترويدز. طب والانتي كواجلانت بروفيلاكتيك او ثيرابيوتيك؟ اقل من نص، اقل من واحد واكتر من نص ياخد بروفيلاكتيك، واكتر من واحد ياخد ثيرابيوتيك. السيفير لازم يبقى العيان في المستشفى ياخد ريمديسيفير او لوبينافير وتينافير،
انتيكواجلنت برضو نفس الكلام، لو اقل من نص واكتر من نص، والاسترويدز والتوسيلوزيوماب، بس نبتدي بالاسترويدز الاول وبعدين التوسيلوزيوماب، ولو كان افيلبل عندك كونفاليسنت بلازما لا يوجد ما يمنع. كريتيكالي ايل لازم تدي فول انتيكواجوليشن حتى لو كان الدي دايمر طالع صفر. الله، مش انت لسه بتقول لي اقل من نص يا عم؟ بقول لك كريتيكال ال نايم في الرعايه متوصل على فنتيليشن، يبقى لازم يكون في ثيرابيوتيك انتي كواجليشن، وما ينفعش ناخد اي حاجه انتي فايرال الا الريمديسيفير او اللوبينافير وتنافير، وتحط الكورتيكوسترويدز، ولو علامه ما تصلحش في خلال 24 ساعه على طول تخش بالتوسيلوزيوماب. كلمه اخيره على التوسيلوزيوماب، سواء العام اتصلح سواء العام ما اتصلحش، نيفر مور ذان تو دوزز. كويس، يبقى الحياة فن وتصميم. وملخص الكوفيد حتى الآن إن كل الريسنت ستاديز ممكن توريك إن هي كانت فولس، ولاقي الكلام كله يتغير تاني من أول وجديد، لكن إحنا بنعمل بما تعلمناه حتى هذه اللحظة. نيجي لآخر جزئية بقى، هل إحنا هنعدي من 21 دي بالكمامة ولا بالتطعيم؟ المفروض إن إحنا هنعدي بالتطعيم، والحمد لله دلوقتي ابتدينا نشوف إنجلترا وهي بتريكورد زيرو إصابات وبتريكورد زيرو مورتاليتي، وده سببه إن العيان خد الإيه؟ التطعيم. احنا طبعا هنا حتى الان لا نزال عمالين بنهرج، بنقول تعالى يا دكتور خد اللقاح اللي انا جايبه لك مخصوص، وعمالين بنشكك في مدى فاعليه اللقاح، وبعدين عمالين النوايا السيئه بتاعتنا، بيقول لك لما الاطباء كانوا بيستخسروا فيهم يعملوا لهم مسحات ببلاش، دلوقتي جايين يدوهم اللقاح الصيني مجانا، فطبعا نظريه المؤامره قائمه. لكن احنا مش هنصل الى درجه المناعه ونقدر نفتح البلاد ونشتغل ونبقى زينا زي العالم الخارجي الا اذا عملنا واتس كول هيرد اميونيتي، اللي بسميها مناعه القطيع. وهنا بيقول له اللي اقول له يا واد يا مزيك، قال له نعامين، قال له انت بتفهم في المناعه، قال له افهم في المناعه، انا القطيع. يبقى احنا عايزين نصل الى مناعه القطيع. كمان دلوقتي بدات الدول زي مثلا دوله زي الكويت يقول لك بص انت لو واخد الكوفيد فاكسين هسمح لك تخش بلدي بعد 3 اسابيع من تاريخ تناولك للكوفيد فاكسين. وكمان بيقول لك ايه، لا ده مش الكوفيد بتاع الساينوفاك والساينوفارم، ده انا عايز الكوفيد فاكسين اللي هو استرا او موديرنا او فايزر. يبقى اذا في عندي دلوقتي هيبتدي يظهر في الساحه واتس كولد ايميونولوجيكال باسبورت. برضو ستيل الدكاتره متخوفه، لكن احنا بنقول دلوقتي يا جماعه قاعده عامه، اللقاح اللي قدامك خده، سواء فايزر سواء موديرنا سواء استرا سواء الصيني، وما تتاخرش. كويس قوي، لان ان شاء الله باذن الله الدنيا بقت تمام والتجارب شغالة، وإحنا مش قلقانين زي ما كنا قبل 4 5 شهور. وزي ما أنتوا عارفين الكورونا دي فتحت على ناس وضيقت على ناس وكسبت ناس وخسرت ناس، وفي ناس كتير جريت في إيديها الفلوس، وهنا بتقول له هي الفلوس لو جريت في إيدك هتتغير يا السيد؟ لا لا، أنت اللي هتتغير يا أمينة، والراي راجل يعني عنده فكر. طيب الفاكسين انت هتدي، عايز منه ايه الفاكسين؟ عايز اعمل هيرد اميونيتي. طب عايز تدي الفاكسين ليه؟ عايز اعرف الجسم على السبايك بروتين. طب لازم تدي له الفيروس؟ قال لك لا، ممكن ادي له الفيروس مقتول او ادي له الماده الوراثيه بتاعه الفيروس. مش هخش في التفاصيل قوي، لكن عايز اقول لك ان الساينوفاك والساينوفارم اللي هم الصيني دول بيدوا الفاكسين بالطرق المعتاده زي المامبس والميزلز والروبيلا، اللي هو بياخد الفيروس بعبله ويموته ويحقنه للانسان في الدلتويد، الجسم يتعرف عليه ويكون انتي بوديز اجينست السبايك بروتين. اما الفايزر، الفايزر يقول لك انا هاخد الماده الوراثيه او جزء من الماده الوراثيه، واخلي الجسم يتم مخاطبته عن طريق ماسنجر ار ان اي عشان يصنع السبايك بروتين اللي لما الجسم يشوفه يكونه صادو انتي بوديز. كويس جدا، يبقى كده احنا عرفنا ايه الفرق بين الفتيس المانيوال والفتيس الاوتوماتيك. نيجي بقى هنا، طب اخد الاسترا ولا اخد الساينو؟ قال لك لا، انا عايز من التطعيم الثاني اللي هو بتاع استرا، يعني عايز ياخد الكيلد فاكسين ولا عايز ياخد اللي هو متحضر بالفيكتور؟ ياخد اللي متحضر بالفيكتور. اشمعنى؟ قال لك والله اللي متحضر بالفيكتور دوت الريكومنديشن بتاعه ان هو يكون اقل من 70 سنه، ولو ان الكلام ده بدا يتغير، وكانوا بيقولوا الجرعه الثانيه بعد 28 يوم، ولو ان الكلام ده بدا يتغير دلوقتي بيتكلموا عليها بعد 3 شهور. anyway يعني مش هنخش في التفاصيل وهنخوض فيها، احنا عايزين نقول ان احنا كمان ابتدينا نصنع الفاكسين المصري اللي هو هيبقى الكومبوننت بتاعته بتاعت استرا او الكومبوننت بتاعته بتاع ساينوفاك وساينوفارم. وهنا بقول له احكيني عن انجازاتك في 2020، قال له معاك ورقه؟ قال له اه، قال له قطعها. يعني احنا حتى الان لسه ما لناش انجازات بهذه الصوره. فايزر وموديرنا مش شغالين معانا قوي في مصر، اشمعنى؟ تقول لي لان التكنيك بتاع الحفظ بتاعهم ماينس 70 وماينس 20 محتاج سبيشال انفايرمنت مش متوفره عندنا قوي. الاوكسفورد ده في 8 درجه حراره مئويه ده عادي، والسبوتنيك الروسي برضو عادي،
والساينوفاك والساينوفارم برضو عادي، كلهم زي ما حضراتكم شايفين لازم يتاخدوا على جرعتين، والمسافه ما بينهم على الاقل 21 او 28 يوم، ما عدا استرازينيكا اللي رجعت في كلامها وقالت خليها بعد 3 شهور. وفي عندنا اللي هو الامريكي اللي هو جينسون اند جينسون، دوت سنجل دوز، وده الوحيد اللي بيتاخد بسنجل دوز، وده ذا سيم تكنولوجي اوف استرازينيكا اللي هو بيحقن بالايه بالشمبان بال 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 بالفيرال فيكتور يعني. كويس قوي. طب انت ليه بتدي جرعتين؟ اقول لك لان الجرعه الاولى بعد ما بتديها الجسم ما بيكتسبش مناعه الا بعد 12 يوم، بيستارت تو بيلد اب انتي بودي. كويس، يعني ممكن يتعدي في خلال الفتره دي اذا كان حظه زفت، ممكن يتعدي او قليل البخت ممكن يلاقي العظم في الكرشه يعني، وبالتالي يقول لك انا خدت التطعيم من هنا وجالي الفيروس من هنا. طب ما هو صح، انت ما هو مين اللي قال ان الفيروس بيشتغل الفاكسين بيشتغل في الحال؟ ممكن تاخد الفاكسين وتتعدي عادي جدا يعني. ماشي، هو المين فاليو اوف فاكسين از تو بريفنت سيريس ايلنس وليس تو بريفنت الاكشن او ان العيان يجي له الديزيز. يبقى الاوكرنس اوف ديزيز مش هو ده المين فاليو، امال ايه؟ لو جالك ياخد صوره نزله برد عاديه، الجرعه الثانيه بعد 28 يوم، بعديها باسبوع يبتدي الجسم يكون الانتي بودي ويحصل فول بوستنج للاميون سيستم، وبالتالي يبقى العيان بتاعك اميون والدنيا بقت تمام ويقدر ينطلق الى المجتمع وما يبقاش قلقان ويبقى خايف، لكن لا يزال محتفظ بالثلاث حاجات: لبس الكمامه والتباعد الاجتماعي وغسيل الايدين. نيجي على اخر انتيتي بقى، هل الكوفيد 19 مع الاسما في سبيشال بريكوشنز؟ لا، لكن في حاجات هنقول عليها ممنوعه او مش ممنوعه. هل البيولوجيكال تريتمنت الاورال كورتيكوسترويد الانتي بيوتيك ثيرابي لونج اكتنج انتي ماسكارينيك اللابا اللاما الاي سي اس ليكوترين ريسبتور انتاجونست، هل دول يمنعوا الكوفيد ان هو ياخدهم لو جاله عيان اسماتيك وجاله كوفيد؟ لا، يمشي عليهم زي ما هم ومفيش مشاكل، كونتينيو ذير بريسكرايبد اسما ميديكيشن بالذات الاي سي اس والاورال كورتيكوسترويدز. لكن ناخد بالنا ان النيبولايزر ممنوع، لان في عيان كتير جدا يقول لك يا دكتور انا باخد اللي مش عارف ايه في البيت بيودسونايت باي نيبولايزيشن، ده ممكن يديسيمينيت الانفكشن. نيبولايزرز انكريز ذا ريسك اوف ديسيمينيشن اوف ذا فيروس، الام دي اي تعتبر هي البريفيرد ميثود فور اكزاسربيشن، وبالذات لو كان العيان ايه مركب ماوس بيس او فيتنج فيس ماسك عشان ما نعملش ديسيمينيشن للانفكشن. جميل جدا، يبقى هنا ده الماوس بيس اهيت، لو كان العيان لازم الماسك يبقى فيري تايت عشان نقدر نحل الاكوت اتاك، وبلاش نروح للنيبولايزر وبلاش نروح للسبايرومتري في الاسسمنت ولا الفولو اب. يبقى افويد السبايرومتري في الكونفيرمد كيسز وفولو الاستريكت انفكشن كنترول بروسيدجرز. يبقى السبايرومتري ما ينفعش نعمله في العيانين في زمن الوباء الا اذا كنت مضطر والدنيا مش مظبوطه، لكن احنا مش بنحبذ قوي عمله بهذه الكيفيه. كونتينيو اليوز بتاع الانهيلد كورتيكوسترويد وما توقفهاش، لان ده ممكن يكون يعمل لك سيريس كونسيكونسز، والاورال كورتيكوسترويد تكمل عليها عشان ما نحصلش ان احنا نخش في اكوت اتاكس والدنيا ما تبقاش مظبوطه معانا. كويس، نو ايفيدنس سجست الاميون ريسبونس تو كوفيد 19 ويل بي امبيرد ان اسما، لا ما فيش حاجه بتقول هذا الكلام، البيولوجيكال تريتمنت تكملها ما فيش اي مشاكل. دلوقتي في كلام جديد يا جماعه بقى بيتكلموا عليه على الانهيلد بيودسونايد ان ذا تريتمنت اوف ايرلي كوفيد 19، بس لازم تكون الحاله مايلد، وبيقارنوا العيانين اللي هم كانوا مايلد وخدوا البيودسونايد من العيانين اللي ما خدوش، وجدوا ان الانسنس ان هم يبقوا هوسبيتالايزد كان قليل جدا، والبيبر ديت في اللانسيت وجدوا ان 3% بس من العيانين دول دخلوا الاي سي يو من اللي هم خدوا البيودسونايد كانهاليشن، مقارنة ب 15% من العيانين اللي هم ما خدوش وبالتالي دخلوا المستشفى. يبقى الـ early administration of inhaled budesonide reduces the likelihood needing urgent medical care and reduces the time to recovery after early COVID-19، وكان عمل good control للفيفر زي ما البيبر ديت ايه قالت، والكلام ده منشور في 2021. COVID-19 budesonide shortens recovery time in patient not admitted to the hospital، دي الاستادي بتقول هذا الايه الكلام، وبالتالي بنقول في النهايه ان لسه الدنيا مفتوحه ولسه الفكر شغال، ولازم الواحد يقعد ويفكر ويقعد في حاله ومحدش يقرفه ولا يضايقه، لان في عندنا كده حته في المخ بتبقى مخليه الواحد عايز يبقى قاعد وشغال وبيركز، مش عايز حد يتكلم معاه ولا بيه ولا عليه ولا سلام ولا كلام. حكمة الصباح، قيل لأعرابي هل أدلك على ثلاثة أشياء تكسب أو تكسب بها حب الناس؟ الأعرابي قال له لا على طول كده.
a very old picture of people eating in restaurant. مش عارفين هنوصل للصورة دي امتى، والبي سي اللي هي before كورونا وافتر كورونا دلوقتي هنسميها، بدل ما كانت اسمها before century وافتر century دلوقتي هنسميها before كورونا وافتر كورونا. يبقى بنقول في النهاية المشكلة دي ان شاء الله هتتحل بالعلم، وبنقول زي ما سيدنا علي بن ابي طالب قال، ويبقى ده ختم مسك الختام يعني، ما الفخر الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لاهل العلم اعداؤه، ففز بعلم تعش حيا به ابدا، فالناس موتى واهل العلم احياء. وشكرا جزيلا. كده اوت.